عوافي ومساء الخير و... ويوم مبارك بما انه اليوم في تطويب البطريرك الدويهي كقديس وهيدا دليل اخر وجديد على انه هيدي الارض هي ارض مقدسه وبالتالي على طول بدها تنتج قديسين وصدقين وابرار كما تنتج شهداء ومقاومين ان كان من الجيش ولا من المقاومه ولا من الشعب اللبناني القسم العنيد منه والقسم العظيم منه اليوم عم بينعلن تطويب البطريرك الدويهي وكلكم تعرفوا خلال مسيرة 1400 سنة من تاريخ الطائفة المارونية الكريمة تقدم الشهداء وتقدم الطباويين بذات الوقت لأنه هالفئة هيدي وكثير أصام من الشعب اللبناني تعرضت للاضطهاد على مدى 2000 سنة من وقت نشر الكلمة والبشارة البشارة بمجيء السيد المسيح وبالتالي هذه البشارة صارت منتشرة بكامل أرجاء المعمورة ومن بيناتهم لبنان لأنه حقيقة وفعليا البشارة انطلقت من سوريا ومن لبنان من سوريا عبر خطى أقدام القديس بولس الرسول يلي من دمشق بلش رسالته وطالع من هونيك وطالع على على القسطنطينيه ورجع على اوروبا عبر روما وايضا كان القديس بطرس ولا كمان من خلال مروره للقديس بولس على ارض صيدا قبل ما يروح على قبرص وكمان العجائب التي الاولى التي اجترعها السيد المسيح كانت بلبنان بقانا بعرس قانا وبصيدا وبكوكبه ضيعه كوكبه بالجنوب يلي سكن فيها فترات طويله من عمره تقريبا ما يراوح بين السنه والسنه ونص كان قاعد بكوكبه وكلنا بنتذكر بكوكبه في نب العين يلي هي عين المسيح اسمها يلي منها تفجرت تفجر الينبوع هونيك وبعدها لهلا هذه المياه المقدسه بيتبركوا منها المؤمنين كانوا مسيحيين او مسلمين او من كل الاطياف والاديان والمذاهب والطوائف فاذا لبنان هو ارض القداسه هو ارض الطهاره وهو منبع القديسين كما انه كمان منبع المقاومين ومنبع الرجال وفي توازي بين القداسه والطهاره وبين المقاومه والدفاع عن هذا الوطن منذ اكثر من 1400 سنه مستمره هذه المسيره ما راح تتوقف بالرغم من بعض الزميين بالرغم من بعض الخيانات اللي بتصير بالرغم من بعض الـ الـ الاشاعات اللي بتدور حول بعض الاطراف يلي بتكون عن جد هي بنفسيتها وبداخليتها بدها وطن يكون بليق فينا ونحن بنليق فيه فاذا اليوم اعلان طوباويه القديس البطريرك الدويهي على امل اعلان قداسات غيره وطوباويين غيرهم ومين غير لبنان لانه مرجع بقول مقلع الايمان اليوم ايضا في شغله هيك يعني مش زعجتني لانه بعرف العرب انا والانظمه العربيه ما فرقني مع لا غزه ولا فرقني مع القضيه الفلسطينيه ولا فرقني مع شو بصير بلبنان او بالشعب اللبناني بتفرق معهم بس حمايه الكيان الاسرائيلي قال شو بيطلع قبل شوي من الاردن ومصر؟ قال لن نسمح لاي احد بتحويل اجواءنا لساحه حرب وسنواجه اي انتهاك. مين ليش بده يعني اجواء مصر مين بده ياخذها؟ واجواء الاردن مين بده يطلع عليها؟ ما اسرائيل باسرائيل. يعني عم يقصدوا مثلا ايران وعم يقصدوا محور المقاومه، بالتالي هن يعني عم يعني عم بيقولوا بمعنى اخر لن نسمح لاي كان ان يعتدي على الكيان الاسرائيلي للاسف هيدي استمراريه يعني اين هي مصر ام الدنيا اين هي الاردن الهاشميه التي من المفترض ان تكون ل 70% من الشعب الاردني هو شعب هو من اصول فلسطينيه يعني بس تعرفوا مع احترامنا لله بس ولكن هذه الانظمه هي انظمه شي ولاء بريطاني شي ولاء امريكاني رأ اكيد راح تكون بصف اسرائيل وما راح تكون بصف حدا واصلا ما بنعتب يعني اثنيناتهم عاملين اتفاقيه سلام مع اسرائيل وعلما انه لم يستفيدا من هذه الاتفاقيه، شو استفادت مصر من كم ديفيد؟ وشو استفادت الاردن من واه عربة وادي عربة شو استفادوا؟ ماشي شو شويه مليارين ثلاث مليارات دولار بيندفعوا لمصر ومليار دولار من الامريكان للاردن، يعني هودي شو بيفيدوا؟ هودي شو بيفيدوا؟ قد مستوى الفقر ومستوى العوز بالشي... بالش... عند الشعوب المصريه قد أدي... ايه؟ قد مستوى الفقر ومستوى العوز؟ و... و... لبنان يعني 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 اذا 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 ما عنا عاملين اتفاقيه صلح عنا المنظومه هي تكفلت باباده الشعب اللبناني يلي هو كمان بيتحمل مسؤوليه كبيره من هذا الموضوع فاذا ما حدا يعني يتفاجئ وما حدا ينصدم ومننتقل لموضوعنا الاساسي يلي هو يلي كلهم عم يسالوني لانه انا من شي 10 ايام كتبت بوست انه بده يصير في فصل لاحد النواب بالتيار الوطني الحر واليوم صدر هذا القرار وهذا شيء طبيعي هلا بنشرح بس خليني بلش اول شيء بكلمه قال جنرال عون انه اللي بده ينتسب بما معناه اللي بده ينتسب بقراره الشخصي بده يلتزم بقانون ونظام التيار الوطني الحر انا راح سهلها وراح اهونها للخبريه آه بس خلينا قبل خليني رد على وضاح الصادق وعلى مارك داو يلي تبعا لكلام رئيس تيار الوطن الحر امبارح او اول امبارح بالعشاء امبارح بالعشاء تبع آه القدامى التيار الوطن الحر وياللي قال انه عن هودي الاصلاحيين الجدد يلي هن مش اصلاحيين هن هن عم بيصلحوا المنظومه لحتى تضلها مسيطره وهذا الشيء اللي صار ب 17 -20 2019 قال بيطلع وضح صادق هذا المجنس اللي تجنس سنه ال 94 يعني للاسف مع جماعه مع ارطه الحريري رفيق الحريري وجماعته يعني جنسوا العرب وجنسوا البدوين وجنسوا اللي ما عندهم تذاكر بس لحتى يغيروا اصوات ولحتى يغيروا الوجه الحقيقي للبنان يلي صار لهم 1400 سنه هن زيتون عم بيحاولوا يغيروا فبالتالي بيطلع بيقول انه كذاب الوزير جبران بسيل وما بيستحي على حاله ببلشوا لك البواخر والسدود والاتصالات والكهرباء والفيول والأ... انت نايب ما بتستحي على حالك هلا صحيح مجنس يعني يعني درجه عشرة صحيح بس انه ما بتستحي على حالك انت نايم بالبرلمان اللبناني كان مشينا عليه ملفات للوزير بسيل تفضلوا او لوزارة الطيار بقطاع الكهرباء او بحيال ادارة اخدوها ما مشان هيك نحن ما مندافع بشكل غوغائي يا خي عندكم ملفات ولك يا عمي والله العظيم مين ما كان نطركن لك برا وجوا ناطرينكن اذا عندكم ملفات جبولون ياهون لحتى تفضحوا لجب... للوزير جبران بسيل وتفضحوا كل وزارة الطيار الوطني الحر احترموا حالكم بقى حاجة كسبوا وحاجة تكذبوا على حالهم وحاجة تبينوا قديش انتم سخفة وسفلة وتافهين يعني عن جد يعني بيطلع بيقول لا كذاب ما قالوا لك النازحين برا برا جوا جوا وبسيل برا برا ولما بعدهم الفيديوهات ما اول ما نزلت تورات الزعران على الساحه ب 17 كانت عم تحكي عن موضوع بسيل برا برا والناس جوا جوا وكنتوا عم بتدافعوا انت وشمير وشامي ووليد جنبلاط وكل هالأرض عم بتدافعوا عن داعش والنصره ما انتوا فروخ داعش والنصره بلبنان انتوا فروخن انتوا فرختوا من سنه 2014 نتيجه الاموال اللي كانت تغدق عليكم من السفرات ومن شفريت السفرات ما كلنا بنعرف ببدارو قديش كنتوا تقبضوا وكيف كانت السيارات تبعيت السفرات ثلاث اربع سفرات بلبنان تودي لكم بالصناديق ولك خلص خ... عن جد خرسوا احسن خرسوا احسن بيطلعوا بيقولوا لي ملفات وملفات شو بالاخر ما في شيء كله غوغائيه خي عندكم ملفات قدموهم بحقه وحياتكم ناطرينكم برا وجوا ولك الامريكان بينبسطوا منكم الفرنسويه بينبسطوا منكم السعوديه بتنبسط منكم حيلا دوله بالعالم مركبه عقوصه بلبنان عبر عبر الزباب تبعها اللي هن انتو بينبسطوا منكم بس ما في كله كلام غوغائي ما له علاقه ما له علاقه لانكم ما بتقبلوا بشي لا بتقبلوا بمحاكمات ماليه ولا بتقبلوا بكابيتال كنترول ولا بتقبلوا بشي بس خذكم على طقطقه على تيار الوطن الحر واصلا انتم اوجدوكم لحتى تاخذوا نواب من درب التيار الوطن الحر لا اكثر ولا اقل لا من درب الحزب ولا من درب حركه امل ولا من درب الاشتراكي انتم همكم بس اوجدوكم لتسقطوا تيار الوطن الحر هذا الطيار الذي يتهم ساعة بالصهيوني وساعة مدري شو وساعة أنه عميل لإيران وساعة عميل مدري شو هو الطيار السيادي الوحيد بلبنان بغض النظر عن قصة الدفاع عن قصة الانتماء السياسي بيطلع لك مرضى وكمان بيتموا قال لا ما قلنا له لجبران بسيل الناس جوا جوا جبران برا برا قلنا له هلا هلا هو ولك سبيتوا له امه لجبران باسيل، سبيتوا له عرضه، حرقتوا كل شيء فيه وساخه استفرغتوها عليه، وعملتوا اغتيال معنوي واغتيال سياسي، وكنتوا بدكم تسقطوا من اجل اسقاط المقاومه. اي نعم، الوزير بسير عندما يقول انه مع المقاومه ضد العدو الاسرائيلي، نعم هو مع المقاومه ضد العدو الاسرائيلي، ما بدها ارض حكي وخبريات سعدين تبعيتكم. ولكن له حق هو بقراره السياسي ان يفصل لبنان، هذا حر فيه، هذا قرار سياسي ما بيسيء لا للمقاومه ولا لغير المقاومه، طيب ما زال هالقد انتم مبسوطين؟ طيب ما تركوه؟ مثلا طيب فاذا هول السفله والانذال اللي هن مثل مارك داو ومثل وضاح صادق ومثل حزب القوات اللبنانيه يلي اليوم يا رب تنجينا يعني شمير فلدت بابيرو ومبسوطين انه تم فصل النائب عون باختصار لحتى ما ينعطاها اكبر من حجم الخبريه وما يصير هيدا اللبناني اللي, ليه ليه؟ يعني قصه الصبحيات وخبريات نسوان الفر مع احترام النسوان ما بحكي بس هو مثل عام هيدا انه يي وراح انا عون شال وليش انا عون انا من 10 ايام كنت حطيت بوست بهذا الموضوع وانا عارف انه كان بده يتم فصله للنايب عون مع احترامنا له الله يوفقه الله يعطيه الصحة والله يوفقه بحياته السياسية تم فصله بس سؤال هوني معلي ليش لحتى نطر النايب ألاعون لحتى يتم فصله ما قدم استقالته طالما يا خي بطل آه يقدر يستوعب قرارات التيار ومش معجبته ليه خي بعدك مستمر يعني في من وراها ما وراءها انه نطرت كل هذه الفتره مع كل الاخبار اللي كانت تطلع ومع حضرتك انت بتعرف انك ما عم تتأيد بالقرارات وخاصه لح... لانه كثير بيسألون شو هو المخالفه اللي عمله يا في شيء مبدئي بيسموه في شيء هيك ش... بشكل عام وفي شيء بشكل خاص اولا آآ آآ لم ينتخب يعني بعكس قرار التيار الوطني الحر والتيار الوطني الحر عنده مؤسسه، عنده مؤسسه حزبيه، عنده مكتب سياسي، عنده قرارات تتخذ بالتصويت بداخله، عندما يصدر القرار يجب على الكل ان ان, أن يلتزموا بهذا القرار بكل بساطه يعني. فهو انتخب سليمان فرنجيه. طيب هذا امر يؤدي عدم الالتزام بقرارات الحزبيه يؤدي الى الوصول الى الفصل. ما بدها هالقد يعني خلاص انفصل وهيدي ممارسه ديمقراطيه الحقة التيار الوطن الحر يتعرض لهذه الهجومات لانه الوحيد يستعمل الاسلوب الديمقراطي بعمله الحزبي وممارسه هذا العمل ضمن مؤسساته للحزب ضمن النظام الداخلي وضمن المبادئ والمواد التي ينص عليها القانون التاسيسي والنظام الداخلي طيب هيدي شغله من الشغلات ما في ما فيك يعني يعني شغله وحده وراعوا مبدا ممارسه حريته في في الدفاع عن النفس من داخل من داخل مؤسسه الطيار ان كان عبر استدعاء استدعائه للمجلس التحكيمي ولا ان كان على مجلس الامناء او الحكماء ولا هذا اللي كان عم يرفض طيب وعلى طول بيقول انه هو ما بيقبل بقرارات الطيار الوطني طيب الحر ليش خيه ما قدمت استقالتك معلش سؤال يسال استاذ أنا نحن بنحبك وانا شخصيا بحبك وعلى طول بحكي معك بس انا بدي اسالك سؤال ليه ما قدمت استقالتك بظل هذه المعمعة من عشرة أشهر لهلا يا خي ليه ما ليه ترشحت على 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 لائحة الطيار سنة 2022 طالما أنت عارف إنه الرئيس طيار الوزير جبران بسيل انتخب رئيس طيار وطن حر وانت حضرتك ما ترشحت ضده بالانتخابات الر... تبعت رئاسة الطيار بالانتخابات الداخلية ما ترشحت ضده ليه طيب سؤال معلش يا استاذ انا ليش لا نطرت ل... لما قدمت سؤالتك لحتى ينعمل منا قصة وينعمل و... هيك تضرب الطيار يعني انه مش مش ما ما بتلتزم وما بتتايد برا التيار استقيل بكل بساطه قدم استقالتك هيدي من اول ناحيه من ثاني ناحيه طيب بالشركه العاديه شركه عاديه يا اخي مش مؤسسه شركه شركه صغيره من ثلاث شركاء اذا احد الشركاء كان عم بخالف النظام الداخلي للشركه أو عم بخالف القانون التأسيسي تبع الشركة يطرح التصويت عليه بجمعية عمومية غير عادية أو عادية من بعد الطلب منه تفسير مخالفته هذه القرارات من أجل فصله ويتم التصويت بالهيئة العامة لفصله يعني بكل المؤسسات بكل مؤسسات العالم بحيالله دولة إن كانت دولة رتش ولا إن كانت دولة عاشرة تحت الأرض ولا من دول الحضارات الأولى يتقيدون بالنظام الداخلي تبع الشركات بالقطاع الخاص وبالقطاع العام بحطوا لهم قانون الموظفين بتخل بتخالف قانون الموظفين في عقوبات عليك في عقوبات جنائيه في عقوبات جناحيه في عقوبات مسلكيه هيدا بالقطاع العام قانون الموظفين موجود اللي بخالف اذا عمل مخالفه جنائيه بفوت على الحبس اذا عمل مخالفه جناحيه بفوت على الحبس فتره واذا عمل مخالفه اداريه عاديه بيتعرض للتنبيه او اللوم اولا بيرجع للتنبيه الخطي بيرجع للإيقاف لمده معينه بيرجع للطرد النهائي هالقد سعره مشكلتنا بلبنان نحن شعوب لا نتقيد بالقوانين والانظمه ولهالسبب بنلاقي على طول في فوضى عنا بالمجتمع اللبناني فوضى مش طبيعيه ليش بس يروح اللبناني على الخارج بيتأيد وبصير مثل التوتو وبصير يضطر بالصف وبصير يوقف على الاشاره وبصير ينفذ كل الانظمه والقوانين لانه في دوله فرضتها وفي شعب عم يحترم هذا الفرض وعم يعرف واجباته وحقوقه بلبنان الشعب لا تجي بدك تطبق له القانون لا بيقول لك والله انا من من قابل منك قابل روح في ينسحب السائل هل راس سعره يعني ما حدا يعطيها ضجه كبيره وبدي ارجع لحزب شمير انه قاعدين مبسوطين وكيف عم بفصلوا كيف بيفصلوا مش احلى ما ينقتل يعني مش احلى ما ينربط بجنزير وينحط له بيتون وينحط بالحوض الخامس او 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 يتم يصدر حكم باعدامه بالضيه مثل ما انعمل بلحود وبزيك أو يروحوا تلاقيهم مصفيين مدري وين ومدري وين أقله في ممارسة الحياة الديمقراطية فأنتوا جايين قاعدين عم تنتقدوا أنتوا آخر ناس بحق لكم تحكوا فإذا القصة بإطارة القانوني والنظام الداخلي ما حدا يكبر المحشية وما حدا يعطيها أكبر من حجمها الله يسعده للنايب على عون والله يكون معه ويوفقه بمسيرته الشخصية بمسيرته المهنية بمسيرته السياسية جاي انتخابات 2026 يلي من وهلا عم بدعي اذا بعد في شي نايب او نايبين او ثلاثه ما بدكم انتم تكونوا بالتيار الوطني الحر وما بدكم تلتزموا بقرار التيار الوطني الحر قدموا استقالتكم يا اخي مش ضروري هال يعني تعملوا قصه منا لحتى تعملوا حكايه لكم لانه الفصل بيعليلكم من من يعني بيتداولوا باسمكم على مده جمعه جمعتين بلبنان، بعدين بينسوكم بس اذا قدمتوا استقالتكم ما ما حدا بجيب سيرتكم فاذا في بعد نايب او نايبين او ثلاثه الماكسيموم ما عجبهم قرارات التيار وما بدهم يلتزموا بالقانون التاسيسي والنظام الداخلي التيار الوطني الحر تقدموا باستقالتكم هل قد حقها ما عجبك التيار خي ما تضل فيه هلا ما بتصير باحزاب ثانيه ليه لانه في سرمايه بالاحزاب التانية بصريح العباره بالاحزاب التانية في واوا مش قشاط مثل ما قال وزير بسير امبارح في واوا انا ما بتايد بالطيار، الوطني شو بدي فيه؟ بروح بستقيل بدي استقالتي برتاح وبريح هالقد فمنا القصه كبيره وما تحكوا انه نهايه الطيار، لا الطيار هي شجره هو شجره مثمره بس يطلع غصن آآ آآ يروح يشطح يعني فيها بده يتشذف بده ينقص بده يتشحل بده ينعمل له تريمينج وبس يكون في غصن يابس بده ينشل حتى ما يضرب غيره وبس في يكون في غصن عم بيعمل ورق من دون زهر كمان يعني بده ينشال مثل ما بينعمل بالزيتون مثل ما بينعمل باللوز مثل ما بينعمل بحي الله شجره مثمره بدها تتشحل لحتى ترجع تنمو وتكبر وتصير تعطي ثمر اكتر هل قد سعره وحياه الله يعني مش قصه زعلان او مش زعلان نايب على عون على راسنا وحبيب قلبنا وبيستاهل كل خير ما بيحكي كلام ما له عازي ولكن لا يلتزم بقرارات التيار هو قال اخر 10 ايام قال باحد المحاضر يعني وقت اللي اجتمعوا مع الوزير باسيل وغيره معلش انا قلتها من 10 ايام قال لهم لا انا ما بدي ايد بقرارات التيار طيب ما بتتايد قدم استقالتك خي ليش لحتى توصل الامور ليتم فصلك ما زالك عارف هيدا الشيء وبرجع بقول الله يوفقك بحياتك السياسيه بدك تعملوا لوائح وال... بس الاوسخ انه بيجيك بعض المفصولين او بعض اللي ما ما بيامنوا بخط المدرسه العونيه بيقول لك ايه ما عندهم ملفات على جبران يا اخي اللي عنده حيالله نايب استقال او بده يستقيل او بده ينفصل عنده ملفات ضد الوزير بسيل وضد وزراء التيار الوطن الحر ما بدنا نقول مثل الخصوم تفضلوا قدمون قدام القضاء وحياتك وحياتكم بينتركوا المناطره والا ما حدا يحكي بهذا الموضوع لانه ما في ملفات انه من عشر سنين كنت اسمع المعارضه اللي فلوا من التيار بدنا نقدم ملفات وفي بعض الاشخاص بعضهم حين يرزقون يعني الله يطول بعمرهم وكنت ناقشهم بهذا الموضوع يا اخي عندكم ملفات تفضلوا قدمون وكسالكم من 10 سنين و12 سنه ما عملتوا بوطه وحده لحتى تقدروا تجابهوا يا اخي اذا هذا التعنت اذا متهمينه للتيار بالتعنت او بالديكتاتوري للوزير جبران باسيل ما هو مشكله الوزير جبران باسيل ومشكله التيار الوطني الحر انهم ديمقراطيين اكثر من اللازم خلاص من لا يريد ان يلتزم هيدا حقه تبو حقه نائب مسؤول رئيس قطاع منسق هيدا حقه ما يلتزم بس حقه ما يلتزم ولكن حقه واجباته انه يقدم استقالته هل قد سعره هلا هناك يلي مثلا ما بده يفل من الطيار بحب الطيار او يلتزم بمبادئ هذه القضيه عنده الية بقلب الطيار بقلب النظام الداخلي اذا يتع... يتظلم من اي قرار يصدر عن الطيار الوطني الحر أن يطعن بهذا لأنه النظام لأنه الحزب التيار الوطني الحر وكل الأحزاب بلبنان هي تابعة لقانون الجمعيات وبالتالي تستطيع أن من يستطيع من يتظلم من أي قرار إنه يتوجه لقضاء العجلة أو يتوجه لقضاء الإداري أي مجلس شورى الدولة بيطعم بالقرار بيثبت حقه وحياتكم بصير يحترمكم اكثر الوزير جبران بسيل وبصير المكتب السياسي وبصير الاطر القانونيه وانظمه التيار الوطني الحر بصير تحترم المنتسب لها اكثر بكثير مش معجبكم هذا القرار تظلمتوا منه في اليتين في اليه داخليه وفي اليه قضائيه الاليه الداخليه عندما لا تصلون الى مكان لحتى تردوا هذا التظلم تعملوا ربط نزاع بمجرد ما تقدموا اعتراض على القرار امام الهيئه المختصه بقلب النظام الداخلي بترفض مثلا نقول رفض هذا المجلس التحكيمي او او لجنه الحكماء لا رفضوا تاخذوا هذا الرفض وبتروحوا بتقدموا عريض الطعن بمجلس الشورى الدولي ما في اهون منه اذا ربحتوا بتثبتوا حقكم بتحطوه على عين الوزير جبران باسيل وعلى عين المسؤولين بالتيار بحسب النظام الداخلي واذا خسرتوا ساعتها بتقدموا استقالتكم وبتقولوا نحن لا نستطيع ان نلتزم بقرارات طير وطن الحر، ما في احلى منا وهيك كلنا سوا بنضلنا نحبكم ومش بس تطلعوا بتصيروا تعملوا دراما كوين وبتصيروا تبكوا وبتصيروا تحكوا حكي طالع وحكي نازل، يعني صار لك مثلا في فلان مثلا يعني يلي صار له هالقد بالقياده او صار له مسؤول او صار له نائب او صار له وزير ان يعني كان اربع دورات ولا ثلاث دورات ولا خمس دورات. طيب كل الوقت ساكت هلا بيطلع صوتك وبتصير تقول ايه في عندي ملفات قدموها ولك قدموها فرجاء يعني ما لنا قصه ما لنا بديل يعني هيدي هي خبريه لا منتسب او مسؤول بقلب حزب خالف الانظمه يتم استدعاؤه للوقوف على حيثيات هذه المخالفه اذا لم يقنع سيؤدي فصله سي... يعني سي... هنا ينتهي الامر بفصله واذا انا قدر اللجنه تبع اللي عم بتحقق معه ساعتها بيقدموا له اعتذار هالقد في... مشان هيك في بالتيار وطن الحر ناس آه... منتسبه ناس مناصره ناس من المدرسه العونيه ما لها علاقه بالتنظيم الحزبي وبالالية الحزبيه مثلي انا مثلا ماني منتسب لانه انا ما في اتايد طيب اذا انا ما في اتايد بالقرارات لانه بحكي اللي بدي اياه يعني في اشياء انا ضد قناعاتي بدي احكي رايي الشخصي فيها فاذا بكون مناصر بس كون وفي وبكمل بوفائي وفي حال كنت منتسب وتم فصلي او تمت استقالتي لانه الفصل يتم بعد تعنت المفصول على عدم الاستجابه للطلبات من اجل الاستماع له يعني عدم التقيد بالانظمه بس ببقى وفي او بسكت هيدا هو الاخلاق هيدي المبادئ الاخلاقيه هذا هو القسم الاخلاقي اللي, اللي منه موجود ما في قسم بالتيار الوطني الحر بس مش بيجي بيجي بفتح مواضيع وبصير بتهجم وشو شو عم بتضر بحالك ان شاء الله فكرك عم بتضر بالطيار وبكره انتخابات 2026 جايه ومعلش سمعته من كذا واحد اذا بفل فلان واذا بيفصلوا فلان بدنا نفل يا خيي يلي فايت كرمال مصالح سياسيه ومصالح شخصيه ومكاسب شخصيه بنصيحتي له يفل من هلا يفل من هلا يجب ان يعم ان القانون بقلب الحزب خلصنا فلهالسبب ما حدا كتير يعمل له قصه كبيره يمكن بعد في فصل لاثنين نواب ما حدا بيعرف بس ما ما تعملوا له قصه كبيره وبرجع بدعي من يعرف انه سيتم فصله لانه يخالف القدرات فليستقل هلا ولو والله العظيم بصير الاحترام اكثر، استقيلوا، ما تعملوا ضجة بس لتؤذوا التيار الوطني الحر، التيار الوطني الحر هو مدرسة مستمرة، ولن تقوى عليها لا ابواب الجحيم، لا من الداخل ولا من الخارج، لانه هيدا فكر، وهيدا مبدأ بعده ماشي صار له من سنة 88، وهو مزروع باجدادنا من 1400 سنة، رح يضل مستمر يعني، ما رح يتوقف على اشخاص، لانه الحزب الذي يبنى على اشخاص بيفرط. في قضية بدها تستمر. اللي مش معاش قرارات التيار مش ما حدا عم بيقول انه يعني جبران باسيل وزير باسيل ما عم بيكون ديكتاتوري وما عم بيجي منه نظام رئاسي لحتى يفرض اللي بده اياه لا في تصويت وفي مكتب سياسي وفي انظمه فتعودوا عليها علي ما قرار الفصل ديمقراطي قرار الفصل واذا متظلم من قرار الفصل حيا يقدم اعتراض قدام مجلس الشورى الدولي اقاد العجله لحتى يوقف على حسيات هذا الفصل ما بدها شيء وحياتكم شفت لو انا سايره معي وما بدي فلم من الطيار وتم فصلي لانه عم خالف قرار الطيار اذا لقيت انه انا متظلم من هذا القرار بروح قرار الفصل هذا اللي طلع اليوم انا مثلا انا هيك بعمل بس ما بس بس ما في حدا مثلي مثلا بهذا التفكير انا بروح بطعن بقيت للآخر لاني مؤمن بالقضيه مش انه اذا تم فصلي بصير الطيار ما بيسوى لا مبادئ الوفا والاخلاص بدها تضل مستمره لو لو حتى انا منزوع لو حتى انا صفات الشخصيه انسان منزوع ولكن على المستوى الحزبي وعلى المستوى الوطني هيك بيتصرف الواحد بيكون بيتصرف بوفا لو كنت انا بلا اخلي لو كنت انا مسبع الكرات بهيدا الموضوع بالتحديد بقوم بواجباتي لاني من خلال الوفا بنطلق وبروح على مجلس الدوله او القضاء العجلة بطعن بقرار الفصل لحتى فرجي القيادة انه ما معها حق أن تفصلني مثلا بس ما راح يعملها ولا حدا راح يعملها ليه لانه معودين والله انه ما يلتزموا بالقرارات خلص من وقت ما تقدم طلب الانتساب يا شباب وصبايا بس تقدموا طلب الانتساب على الطيار كمنتسبين معناتها مجبورين تتايدوا بالانظمه الداخليه وبالقوانين وبالقرارات اللي بتتصدر غير هيك بتكون عم تحارتي على الطيار وعم تحارتي على حزبك وبتكون منك وفي مع ذاتك قبل ما تكون وفي مع غيرك معلش النايب عون الله يوجه له الخير هو ابن اخته للجنرال عم. ابن اخته هو يطلعوا لك المصاهره ويتسلق ويتسلق على اساس صهره للجنرال الوزير جبران باسيل طيب شي من روكس كان صهره للوزير جبران باسيل ليش ما كان مثل الوزير جبران باسيل الوزير جبران باسيل اشتغل شو قصه حقد هي او قصه غيره طيب بده الواحد يعبي مركزه قبل كمان الزلمه معبي مركزه الزلمه في حدا ينكر انه شغيل وزير جبران بسيل في حدا ينكر هذا الشيء ابدا في حدا ينكر انه هو خلية نحل بشغله كل الوزارات اللي استلمها هلا حدا بيطلع بينط ايه وزاره الكهرباء يا خي ما زهقنا من الشرح للناس الرتش زهقنا زهقنا عندكم ملفات سرقه عليه لجبران بسير روح تقدموا بدعاوي عليه وجيبوا اثبتاتكم خلصنا من هالطريقة وهالحكي البلا طعمه خلصنا و... ونحن نكون معكم اذا هذه ببساطه القصه قصه انظمه داخليه حان الوقت تنفيذها ويجب على الوزير جبران باسيل والمكتب السياسي والانظمه والتيار كقياده ان يفرض النظام الداخلي. حريه زايدة بتصفي فوضى، الديمقراطيه الزايده بتصفي فوضى. عليه ان يفرض تطبيق الانظمه الداخليه. هالقد هيك بتشحل بيتشفلح بيصير بي بيصير ينمو باضطراد وبطريقه متوازي وهيك بصير في عنا حزب كل الناس اللي منضوية تحت لوائه تلتزم بهذه القرارات ومن لا يعجبه اما يستقيل واما يستعمل الطرق القانونيه لرفع التظلم عنه في حال كان القرار بحسه انه ظلمه هل قد حقه تحيه لفخامه الجبل تحيه للوزير جبران بسيل تحية للنايب ألا عون كمان يعني بالنتيجة الأستاذ قلاعون هو إنسان لبق ومنه شخص يعني بيحكي وبيلتلت وبيطلع هيك على الطاق شوز ولكن هو شخص لا يريد أن يلتزم بقرار طيار الوطن الحر فبالآخر صدر قرار مع أنه رغم المعالجات وأنا بعرفه محاولات على عدة أشهر ولكن هو ما بده خلاص يعني كنت أنا بفضل أنك تقدم استقالتك هيدي, هيدي دعسة ناقصة يعني كان المفروض استاذ الان بكل محبه انك تقدم استقالتك لحتى ما ينعمل ضجه منا ولحتى ما توصل لمطرح انه والله فصلوا وصار في مظلوميه لا فاذا الله يوفقك الله يباركك بحياتك السياسيه ووين ما كنت نحن بنتمنى لك التوفيق وابدا ما في حقد وما في ابدا 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 ونحن من المناصرين لهذه المدرسه ما لنا علاقه بالنظام الداخلي تبعها ومش هيك ما يعني انا انا ما بت ما بت يعني ما بنتسب لانه مش رح اتايد بس لاني ما بتقيد بصير دافع عن, عن 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 المبدا وعن الاخلاق تبع الطيار الوطني الحر اكثر بكثير من اني يكون جوا اهم شيء الوفا يا شباب وصبايا اذا الواحد لظرف ما ابتعد وما بقى بده يكون وفي ويحكي باصله بس لانه ما فيك تاكل من كتاف الطيار كل الوقت وبس تبطل مسؤول او بطل حدا يرشحك بصفي هذا الطيار لاكل من كتافه وما بقى يصبه ومثل كل اخر فيديو بنقول له نحن معك لاخر نفس، بعرف كلكم منتظرين شو بده يصير بالمنطقه وهل رح يكون في رد للمقاومه؟ هون عم بيقولوا لي انه ايران بدها ترد وكذا، انا صراحه قصه مقتل اسماعيل هنيه فيها علامات استفهام صراحه، مش خارطه براسي، فيها علامات استفهام، ممكن انه اسماعيل هنيه يمكن يمكن هذا وجهه نظر وبالتالي يمكن تكون مانا مزبوطه يمكن اسماعيل هنيه كان عم بخيخن بالمفاوضات لمصلحه اسرائيل ما بعرف صراحه ما بحط بدمتي يعني بس ممكن اسماعيل هنيه كان عم بالمفاوضات لمصلحه اسرائيل ف ما بيعني لي موضوعه فيما يتعلق بالرد او عدم الرد ما بيعني لي انا بيعني لي موضوع المقاومه بلبنان وموضوع ضرب بيروت وضرب الضاحيه وكيف سيتم الرد على وننتظر ننتظر الرد بفارغ الصبر تصبحوا على الف خير بنشوفكم